الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع لي صفا سيد الأنبياء مش ألو في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه لسا ما ارتقى فأتى بالنقى غدا وجهه نيرا مشرقا كان من رفيه حين هذا اللقاء قال فلتذهب مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مش أنو في الوفا كان من عفيه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة سيد الأنبياء بيشألوا في الوقت.